تحت راية أحمر الخطين الأخضر بأرزته، صرخات لبنانية واحدة وموحدة توحي فيما لو استمرت على هذا المنوال بانتهاء حالة الشقاق وعدم الثقة بين مكونات المجتمع الأهلي، بعد عقود من تجميلها بمكياج المحاصصة الطائفية وشعارات العيش المشترك التي سرعان ما تختفي عند خطابات التعبئة والتحزب والمناطقية. اليوم لا أعلام ولا أحزاب ولا ساحات منقسمة، بيروت عاصمة الكل، يعني الكل، فليس في أدبيات الشعب العنيد على الحروب والملمات أي استثناء لأحد من المنظومة الحاكمة التي لم تكن بحجم دولة قيل عنها يوما إنها سويسرا الشرق لثبات وقوة مركزها المالي، فإذا بثلثي شعبها المقيم يعيش أسوأ أيامه اقتصاديا بينما يتقاسم 0.3% فقط ثروات البلاد. تسابق ملياراتهم المستثمرة في الخارج شباب لبنان الهارب إلى دول شرق الأرض وغربها، لدرجة صار اللبنانيون في المهجر ضعفي عدد المقيمين في الوطن. ولطالما بكى اللبنانيون هذه الثروة البشرية التي سطرت في دول عدة قصص نجاح مشهود لها في الأعمال والطب والهندسة والعلوم والفن والأدب، منذ أن حط تانيوس بشعلاني في أمريكا عام 1954 كأول مهاجر لبناني. وكيف لهذه الجموع ألا تنتفض وهي ترى التجاذبات السياسية والطائفية تعطل ثروة يحملها البحر من النفط والغاز كفيلة بسداد الدين العام البالغ 80 مليار دولار وضخ أضعاف المبلغ في ميزانية الدولة عند استثمارها وتحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة يكفي لبنان لمئات السنين بحسب دراسات دولية؟ أما البر فإنه لا يقل عن شقيقه البحر فيما يحمله من ثروات يكفلها 40 مجرا للمياه العذبة ومسطحات مائية وخزانات جوفية وثلوج تضع لبنان على خارطة البلدان الأكثر أمنا في المياه وسط حروب دولية على مصادرها، كما أن السهول الزراعية الخصبة كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وفائض كبير للتصدير. وبين سهول وجبال وغابات وبحر وتاريخ وثقافة تنتظر السياحة في لبنان أن تنفض عنها الغبار وتعيد جذب المليارات النظيفة والكفيلة برفض ميزانية البلاد بأضعاف مبالغ الهبات والمساعدات والقروض التي جعلت من لبنان مديونا مخطوفا إلى لعبة المحاور، فتآكل سيادة ودولة واقتصادا وشعبا. ولمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالملف اللبناني نتحول الآن إلى الزميلة كارولينا نصار وهذه النافذة الخاصة من العاصمة اللبنانية بيروت. كارولينا. شكرا لك شانتال. مشاهدينا نبدأ هذه النافذة مباشرة من بيروت مع جولة ومع مراسلتنا لاريسا عون لتطلعنا على آخر الأجواء من وسط بيروت. لاريسا، كيف هي الصورة الآن؟ ماذا يقول المتظاهرون؟ وهل نتوقع أن يتكرر المشهد غدا لليوم السادس؟ نعم كارولينا، الشارع اللبناني اشتعل مجددا بعد كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري والإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها. طبعا لم ترضي الشارع اللبناني من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه وصولا بكل المناطق في البقاع وفي جبل لبنان وفي بيروت. ازدادت أعداد المتظاهرين في كل الساحات اللبنانية، طرابلس شمال، جونيز، مصبح، جل الديب، ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت، صيدا صور والنبطية، علي الشوف، زحلة ومناطق أخرى في البقاع. عشرات الآلاف من اللبنانيين تهاتفوا ونزلوا إلى هذه الشوارع للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات الإصلاحية، أولا باعتبار أنها جاءت ناقصة ومتأخرة، وثانيا لأن لا ثقة لدى الشارع اللبناني بهذه الطبقة الحاكمة. يرددون في الشوارع فلتسقط هذه الحكومة، نريد حكومة جديدة. وأعلنت مجموعات من الحراك المدني أن المطلوب استقالة حكومة الحريري وتشكيل حكومة مصغرة من أخصائيين لإدارة
المرحلة المقبلة. مجموعة أخرى من الناشطين أيضا أكدت أن لا ثقة بالطبقة الحاكمة والمطلوب إسقاط هذا النظام ومحاسبة جميع الفاسدين. إذن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة، هناك دعوات لاستمرار التحرك، إصرار لدى اللبنانيين للبقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب. أشير إلى أن يوم غد هو يوم إقفال أيضاً للمدارس، للجامعات، للمصارف، للمؤسسات التجارية وغيرها. البلد لليوم الخامس مشلول بشكل كامل، لا حركة تجارية أو اقتصادية، طرقات رئيسية مقفلة، ما زالت مقفلة رغم محاولة الجيش وقوى الأمن على إعادة فتح هذه الطرقات. كانت هناك تعليمات للأجهزة الأمنية للسعي لإعادة فتح الطرقات، ولكن هناك إصرار من الشارع، من اللبنانيين على البقاء في الشارع. وطبعا الجيش لا يريد الاشتباك مع المواطنين. كانت هناك مفاوضات في عدد من المناطق سعيا لإعادة فتح الطريق ولكن لم تنجح. كارولينا،